عائلة من العوائل أكثر من ألف رجل وأكثر من ألف أمرأة، لا بهم علي ولا بهم فاطمة. حسسهم هذا اسمه بندر مقرن، ناس بدو متخلفين شو يسوي؟ واحنا هم من بطحنا امامهم انبطاح مو طبيعي. كون آل سعود يقبلون. والله يا ثقافة الانبطاح هاي اللي عندنا ما اعرف منين جتنا، ما اعرف ولا واحد من ائمتنا منبطح، منين جتنا ما ادري. ائمتنا اباة الضيم، العند العباس ابو فاضل ينبطح، العند الاكبر ينبطح، العند القاسم ابو دع السنة يعيش ثقافة انبطاح. يا عم والله احنا عندنا آل محمد بس مشروع نياحة وبكي، مو للتأثر ومو لحسين عبرة وعبرة. قسمنا نصين، يا هالسهل العبرة يا يابا يا ابويا بكيت على الحسين كلكم بالجنة، عندنا خطباء غير معدلين بكيت والحسين انت بالجنة، هسه حراوي نقري عنده مكسرات غير كلكم بالجنة، ما لك شغلة ابو عبد هذا من يسمح حكي بعد يبطل سنة كلها يبوك. حط له جذر مال هريسه قال له وحشي انت بالجنه، حسيني انت خصوصا اذا تخلي علي اكس مال دارسين. هاي من المتممات. والله يا اخي ضحك علينا ضحك واستحمرونا استحمار حش الخيرين، اذا ما ننتفض على هالطبيعه هاي ترى ما نقوم منها قائمه. خلي شوف النشاره ذول الغيلان مال الشركات والدوله اللي قاعد يبوق ويسوي له موقف حسيني هم يدخل الجنة؟ ها؟ يعني هسه حكومتنا كلهم سووا مجالس الحمد لله، بس قل له هذا المال مال الخلفات لو مال الفقراء هم بالجنة؟ شوية قولوا بشرطها وشروطها خلونا نلتفت. مرات نناقش لنا رأي على المنبر ناقش رأي خو مو حرام. بعض الخطباء من يطلع ما يقول انه الشيخ الفلاني او الخطيب عنده رأي، وانت شو عليك؟ هاي مال مستهترين جماعة سكارة بالشارع تحكي اقول لك تحكي عليك انت امامتك هاقدها وقاعد على المنبر وكاظلك هاقد ورق انت ايش عليك شلون؟ رأي رأي، لو ترد برأي لو تتأدب لا تعلم الناس. هو أكثر كلمة نقولها بالعراق كلمة ايش عليك؟ يجي خطيب منبري وانت ايش عليك؟ عجيب ترسخها انت أكثر. ناس قاعد تنطي رأي تقول هاي القضية مو شرعية ما بيها نص، انت بالمقابل قول لا انت اخي انت متوهم النص الفلاني كذا، انت شعليك من هالمال هم الجمال. هذا ابو شعليك هسه الفضائيات تتعارك عليه، ليش؟ قام ظل البيت ظل البيت ينودح.